هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدق. قال بريدة: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدق، يعني مثل مضاعف، مثل هذه الصدقة مضاعفة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدق، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثلي صدق. فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل المتزايد المتصاعد بقوله عليه الصلاة والسلام: كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، يعني أقرضه، وهذا القرض في كل يوم من الأيام قبل أن يحل الأجل، فالرجل يعيش في صدقات هذا القرض. وأما إذا حل الدين فأنظره وصبر عليه فله كل يوم مثليه صدق. ولنضرب مثال على ذلك: رجل أقرض آخر 10,000 درهم، أقرض آخر 10,000 درهم، له في كل يوم صدقة على هذا القرض، مثل هذا القرض، قال: فله في كل يوم مثله صدقة، مثل هذا القرض. كم يعني؟ 10,000 في كل يوم صدق، كأنه تصدق به. وسيأتي أيضا معنا كيف القرض إذا أقرضه مرتين. قال: فما دام أنه الآن لك أن تتخيل أنك أمهلته سنة 360 يوم، ففي كل يوم كأنك تصدقت 10,000 درهم. فإذا حل الأجل، الآن حل الأجل ولكن ما سددك، فأنظرته ويسرت عليه، فلك في كل يوم مثليه صدق، لك في كل يوم مثليه صدق. كم يعني في كل يوم؟ 20,000. كأنك تتصدق كل يوم 20,000. بربكم، إذا سمع الناس مثل هذا الحديث، هل يحتاج الناس إلى الفجور في الخصومة؟ هل يحتاجون إلى السب والشتم وإساءة الظن بالآخرين؟ هل يحتاجون إلى رفع دعاوى في مراكز الشرطة والمخافر والمحاكم؟ ما يحتاجون. المسلم الذي يعلم بأن هذه الأعمال كلها ستأتي يوم القيامة في ميزان حسناته، يصبر ويتحمل ويتسع صدره لأخيه وينظر أخاه، لأنه يوميا هو كسبان. أنت الآن يوميا حينما تقرض أخاك، يوميا لك بمثل هذا القرض صدقة، كأنك تصدقت في سبيل الله. وإذا حل الأجل وما سددك وصبرت عليه، لك صدقة مضاعفة، لك صدقة مضاعفة. ولذلك من المهم جدا إشاعة مثل هذه الأحاديث العظيمة بين عامة الناس. صحيح طبيعة النفس البشرية تنزع إلى قضية استرداد الحق، شيء طبيعي هذا، والشريعة يعني لم الشريعة لا ترفض هذا المبدأ، ولكن المرفوض ما هو؟ الفجور في الخصومة، المرفوض الأذية، المرفوض الضرر، المرفوض عدم الصبر، أنك ما تصبر على أخيك. ولذلك جمهور الفقهاء في قول الله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، قالوا: الفاء هنا للوجوب، يعني يجب عليك أن تنظر أخاك وأن تمهله حتى يستطيع. وسبق وأن تكلمنا أن بعض الناس للأسف على مبلغ يسير جدا يقيم الدنيا وما يقعدها، ربما يعني بذل أموال لاسترداد هذا المبلغ أكثر من المبلغ الذي دينه وأقرضه، يعطي المحامي يعطي كذا ويتكلف علشان مبلغ يسير ممكن كان بإمكانه أن يصبر عليه. أما إذا جحد المقترض فلك الحق أن ترفع دعوة، لكن يقول لك: لا، أنا حقك عندي لكني والله ما عندي، اصبر علي. بعض الناس قد يكون غني لكن ما عنده سيولة، أنت الآن بمثل عملك هذا تضطر إلى أن يبيع بعض الأعيان، يمكن يبيع سيارته، يمكن يبيع بيته، يمكن يبيع أرضه، يبيع مثلا شركته حتى يسددك، فاصبر عليه. هذا هو المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك إنظار المعسرين لا شك بأنه سبب من أسباب بقاء الرحمة والمودة والأخوة
بين أهل الإسلام، وأيضا انتفاء مجموعة من الأوضار والأخلاق الرديئة السيئة من بين المسلمين، مثل البخل والشح والأثرة، وكذلك استقصاء الحق كاملا، وأيضا ما يتبع ذلك من حقد وكراهية، وما يتبع ذلك من ضرر مادي ومعنوي. نسأل الله أن يعافينا وإياكم.